سوري الباب كان مفتوح. أنا آسف، أنا ما كنتش عايز أسبب لكم أي دوشة أو ارتباك. أنت عرفت منين إن إحنا هنا؟ من الفيسبوك بتاعك، كنت منزلة الصورة قدام المراية وعاملة اللوكيشن على هنا، فسبت التصوير جاري وجيت على طول لأني ما كانش ينفع أفوت اللحظة دي. لحظة إيه اللي أنت مش عايز تفوتها؟ وبعدين ثانية واحدة، هو أنتوا تعرفوا بعض؟ أيوة، أنا وديدا كنا بنعمل ميوزيكل وعروض مسرحية غنائية في المعهد، في الجامعة. ديدا؟ قول لها بقى يا ميلاد. فرح، أنا عايزك تهدي خالص وتعالي اقعدي. اهدي. شهيق، ودي شهيق وزفير. اهدي. يقول لي ايه؟ واهدى ليه؟ هو انت ناوي تخطفني وتخبيني في اوضه في المركب بتاعتك؟ قول لي. انت شفتي المسلسل؟ اه طبعا لازم تكون بتشوف المسلسل ده، مصر والوطن العربي كله يشوفه طبعا. انا بقول اي كلام علشان انا متوتر جدا، انا متوتر. فرح، الاقدار خلتنا نقف في اللحظة دي، لحظة مهمة جداً، كان لازم أكون مستعد لها أكتر من كده، بس أنا للأسف ما استعدلتهاش. أنا كان المفروض أن أنا أقعد مع نفسي أستحضر المشاعر أكتر، فأنا برضو بقول أي كلام لأني متوتر جداً لأن ما كنتش أعمل حساب. فرح، أنا أبوكي. إيه؟ أنا أبوكي. أوه، أنا سمعتك. بس إيه؟ انت قلت ايه؟ فانا تخيلت ان انت ما سمعتيش، فانا بقول لك تاني انه انا